الله الرحمن الرحيم. هذه فقرة أخرى من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وأغنني وأوسع علي في رزقك. اللهم إني أسألك أن تغنيني وأن توسع علي في رزقك. الغنى مقابل الفقر، والفقر والغنى بالقصر متقابلان، والسعة في الرزق هذا جزئي من جزئيات الغنى أو مصداق من مصادق الغنى. هنا مواقف عديدة للتأمل والاستفادة في هاتين الجملتين. أنا باختصار أمر على هذه المواقف. أغنني وأوسع علي. الغنى والفقر في الروايات وفي الأدعية مكرر استعمل لما هو الأصل فيهما، وهو غنى النفس وفقر النفس. هذا هو الأصل وهو السبب. أن الغناء إن كان في النفس ينبعث الغناء من النفس على حواس الإنسان ومعقولات الإنسان. فمكرر في الروايات صرح بأن الغنى غنى النفس، هذا هو الأصل وهو المهم، وهو الذي ينبعث عنه كل أنواع الغنى. إن كان أغنني بهذا المعنى يكون أوسع علي في رزقك من ذكر الخاص بعد العام، يعني هذا واحد من مصادق الغنى. إلهي اجعلني غنيا في نفسي، نفسي تكون نفس غنية. إذا النفس كانت غنية سواء كان الإنسان فقيرا في المال أو غنيا في المال، هذا مو هالقد مهم. نعم امتحانان كلاهما صعبان، الفقر في المال والغنى في المال، أما ليس شيء منهما بأهمية الغنى في النفس والفقر في النفس. ولكن مع ذلك إلهي أوسع علي في رزقك، خليني غنيا في المال أيضا. وإن كان رزقك كما في الأدعية والروايات أيضا استعملت هذه الكلمة الرزق للأعم من المال. والغنى والفقر على الاصطلاح العلمي موضوعان مشككان، يعني مراتب كل واحد منهما مختلفة. يعني قد يكون الغنى في النفس بمرتبة ضعيفة، قد يكون الغنى في النفس بمرتبة أحسن، قد يكون الغنى بمرتبة أعلى،
وهكذا إلى أعلى المراتب. حتى الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام كل ما عنده من الله سبحانه وتعالى، فمهما أعطاه الله، أعطى الله الإمام المعصوم من الغنى في النفس، مع ذلك هناك مجال للمزيد. عطاء الله ليس محدودا، كنز الله ليس محدودا. نعم المعصومون عليهم الصلاة والسلام أكثر المخلوقات على الإطلاق وجميعا استدرارا لفضل الله سبحانه وتعالى في مختلف المجالات ومختلف الميادين، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن الإمام المعصوم لا يرى نفسه بحاجة إلى استعطاء الله، إلى سؤال الله المزيد في الغنى في النفس، لأن كل ما عنده من الله سبحانه وتعالى. نعم بالنسبة إلينا الإمام المعصوم هو الأرقى والأعظم والأكبر والأقدم، أما كل هذه الأسماء للتفضيل بقدرة الله سبحانه وتعالى، بفضل الله. وأغنني وأوسع علي في رزقك، طبعا يحتمل وإن كان بعيد عن مقام البلاغة والأدب الرفيع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يحتمل أن يكون هذا عطف تفسيري، ولكن في موارد أخرى ليس هكذا. الذي يبدو للنظر أن أغنني سؤال لغنى النفس، الإمام هو يسأل من الله ذلك، نحن أيضا بدورنا نتعلم من الإمام عليه السلام عندما نتلو هذا الدعاء نسأل من الله غنى النفس. وأوسع علي في رزقك، هنا نكتة وأنتم أهل الفاضل، أوسع ووسع، باب الإفعال وباب التفعيل. إذا تلاحظون تدققون، إذا فد وقت صار لأحدكم مجال يتوسع في هذا المجال، في هذا المطلب يجد الكثير من الدقائق في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سواء في الأدعية أو في الزيارات أو في الخطب والرسائل أو كلماتهم الأخرى. من السابق، من الأوليات، في أول كتاب يقرأه طلاب العلوم الدينية، كتاب جامع المقدمات، يقولون باب الإفعال وباب التفعيل لتعدية الفعل اللازم. في هذا المجال، يعني في الفن الأدبي، سواء باب الإفعال وباب التفعيل، أما في المعنى يختلف. أوسع ووسع يختلف معناه. أوسع يعني خليني في سعة، هذا رزقك خلي واسع، مو متر مربع سوي متر ونص، سوي مترين، سوي ثلاثة أمتار، مجرد التشبيه. وسع يعني كثر التوسع، اجعله واسعا كثيرا. هذا التغييرات الصرفية في العبارات غالبا لها معاني، هكذا يذكرون في باب الإفعال وفي باب التفعيل. هسه الإمام عليه السلام ليش هنا ما استفاد من كلمة
من باب التفعيل، ما قال ووسع، ما طلب من الله تكثير السعة، طلب أصل السعة. وفي موارد في الأدعية أكو علمونا، قالوا اقرأ هذا الدعاء بعد كل فريضة، اقرأ هذا الدعاء في يوم كذا. في زيارات المعصومين عليهم الصلاة والسلام أكو بعض الزيارات الإمام عليه السلام هو زار بهذه الزيارة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا، أو الإمام الحسين عليه السلام. في بعض الزيارات أكو الإمام يعلم الأصحاب، بعض الأصحاب زر بهذه الزيارة. إذا تدققون كلمات هذه الزيارات تختلف، فرق أكو بين الشيء الذي يخاطب نفس الإمام عليه السلام في زيارة الشهداء، في ملحقات زيارة الوارث، أكو بأبي أنتم وأمي. هذه الزيارة مو مروية أن الإمام هو زار، الإمام علم صفوان هذه الزيارة، أنتوا اقروا هالشيء. الإمام المعصوم لا يقف أمام غير المعصوم ويقول له بأبي أنتم. هذه الزيارة زيارة وارث من الزيارات التي أمر الإمام عليه الصلاة والسلام صفوان زور بهذه. ضمنها في زيارة الشهداء أكو بأبي أنتم، مو الإمام هو زار. أما الإمام عندما يزور أكو زيارة، الإمام الصادق عليه السلام زار الإمام الحسين عليه السلام بكذا زيارة، فارق أكو. وهذه نكات جدا مهمة. الإمام هنا يسأل من الله سبحانه وتعالى وأوسع علي في رزق، ما يقول ووسع، لعله من باب هذا التفريق بين باب الإفعال وباب التفعيل، لعله أنا بجزم ما أقول، لأنه في هذا المجال مو مستحضر كل موارد سعة في باب الإفعال وباب التفعيل في أدعية المعصومين عليهم الصلاة والسلام، حتى واحد بجزم يقدر يقول. أما لعله مناسبة للحكم والموضوع أن الإمام عليه السلام شي يريد رزقه هواية، ما يريد لعله سعى يكون بس عفاف والكفر، أصل السعى يطلبه منه. أما تكثير السعى في مجالات آخر الإمام يطلبها، لعل أوسع هنا مو وسع، سع إن كان المراد من الرزق مجرد يعني الأكل والشرب والمسكن والملبس وحوائج مادية يحتاجها الإنسان لبدنه لعائلته لأقربائه لضيوفه، أصل السعة. إذا تذكرون ولعل بعضكم يذكر، فد رواية مفصلة أكو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة ذهب مع أصحابه في الصحراء، أجوا إلى واحد استسقوه وما أنطل النبي شيء، الإمام دعا له بكثرة المال، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال. مروا على فد قروي طلبوا منه، فأنطل النبي وأصحابه، ما منع النبي وأصحابه، أعطاهم لبن ماء كذا. النبي صلى الله عليه وآله لم يدع له بكثرة المال، دعا له بالكفاف والعفاف، ما يكفيه والعفة يعني يعف، يمسك عن طلب أكثر من مال. قالوا يا رسول الله لكن لي انطاه دعوت له بالكفاف والعفاف، واللي ما انطاك دعوت له بكثرة المال. مضمون الرواية أن النبي قال له هذا الدعاء لمن منعني منعنا وما أعطانا، هذا الدعاء هذا مو دعاء له، دعاء عليه، هذا ابتلاء، كثرة المال ابتلاء.
ذاك الذي أعطانا هذا دعاء له الكفاف والعفاف. هذا طبعا بالنسبة للشخص ها هذا خارج عن موضوع آخر وهو مسألة المال لخدمة الدين لصلة الرحم للأمور الخيرية، ذاك بحث آخر وله مجال آخر. وأغنني خلي نفسي إلهي نفس غني. النفس إذا صارت غنية هذا من أسس كل خير في الدنيا، وهذا شيء بالنسبة يكون عطية إلهية ولعلها نسبة أقل، وبنسبة أكثر يكون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بحاجة إلى السعي، يعني ممارسة الإنسان، تمرين الإنسان، تأمل الإنسان، دعاء الإنسان، طلب الإنسان من الله يوجب الصعود في مراتب غنى النفس. تكون النفس غنية حتى لو ما عندي عين مو على هذا، عين على الله. طبعا يعمل مو يكسل ويكون بطال، لا يعمل، أما في نفس الوقت أنا مو على هذا. إذا أفرض شخص مكفوف البصر والعياذ بالله، ما يتحسر أنه زيد عمرو فلان صديق فلان رحم ليش عنده بصر وأنا ما عندي؟ أنا على الله، يسأل من الله. إذا أموال قليلة عنده، إذا مشكلات عنده، إذا كذا، غنى النفس وأغنني. في مجال أكمل العبارة حتى بعدين أجي إلى بعض الروايات، وأوسع علي على للضرر إلا في نكتة بليغة بلاغية، والنكتة البلاغية كثيرة كثيرة المواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش على مولاه؟ على للضرر، على للضرر إذا كان في مقابل اللام، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليش فلا جناح له؟ مو له؟ أكو نكات خاصة توجب نكات بلاغية لها معنى، مو فقط نكتة أدبية محضة، لا، نكات خاصة لأجلها تستعمل كلمة على في مكان اللام منها هنا. وأوسع علي مو وأوسع لي، لأن السعة ما دام هي من الله سبحانه وتعالى فكأنه ضمن أشرب معنى شيء من فوق ينصب على الإنسان. الرحمة يمثل بها، يعني يمثل بمثال المطر، كما أن المطر ينزل من فوق، الماء أيضا ينبع من تحت الأرض. أما التمثيل بالمطر لماذا؟ لأنه يغمر الإنسان. الإنسان إذا تمطر السماء إذا يروح تحت المطر المطر يغمره، أما إذا الماء يطلع من الأرض مكان معين ليطلع الماء، من الممكن الإنسان يروح هناك في النبع في العين ويستفيد من هذا الماء. فباعتبار أن سعة الرزق هذه التوسعة صادرة من الله، كأن هذه التوسعة ضمنت معنى أو أشربت معنى، على تعبيرات الأدبية المختلفة، أشربت معنى ما ينصب من فوق من الرحمة، من الحنان، من العطف، من اللطف من الله سبحانه. وأوسع علي في رزقك، مو من رزقك، موارد أخرى أكون من رزقك.
من إما للبيان أو للتبعير. سنشيل فيه نخلي من، نشوف شلون يصير. هذه كلها نكات بالمقدار اللي أنا أفهم، وما أفهمه أنا في مقابل واقع هذه النكات صدف كالعدم، شيء يسير كالعدم. ما أفهمه ما تعلمته من الكتب، من أستاذ وكذا، أوسع علي من رزقك، يعني من بعض رزقك، من التبعيض تشيل من وتخلي بعض، أوسع علي بعض رزقك. أو يكون بمعنى البيان من للتبيين، أوسع علي من رزقك، تكون من زائدة، كأن وجوده هو وجود من، وجود لمحي، وجود جمال التعبير، يعني أوسع علي رزقك. أما إذا أوسع علي في رزق، وأوسع علي في رزقك، في ظرف رزق يكون مضروب، يكون نفس الرزق هو الظرف، في علامة للظرف، معنى حرفي بعد معنى في الغير، في للظرفية، مو هو في ظرف، يعني رزقك ظرف، يعني إلهي، كما أستفيد أنا، إلهي هذا الظرف، هذا الرزق اللي جعلته لي، كأنه تشبيه بأن الإنسان جعل في وعاء من الرزق، هذا الوعاء، هذا الظرف رزقه، هذا الرزق وسع، متر مربع سوي متر ونص مربع، سوي مترين مربع، متر مكعب سوي مترين مكعب، وهذا أبلغ. يعني لاحظوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام في حين أنهم كانوا منصرفون كمال الانصراف، كمال الانصراف، بما لكلمة كمال من سعة، كمال الانصراف إلى الله سبحانه وتعالى عند تكلمهم مع الله، عند دعائهم مع الله، أما كان لا يفوتهم هذه الدقة. طبعا هذه الدقة نحن بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى تفكر للالتفات إلى هذه الدقائق. أما على أم عليهم الصلاة والسلام، وإنا لأمراء الكلام، عروق الكلام، فروع الكلام، منهم وإليهم صلوات الله عليهم. هذا بالنسبة إلى بعض ما في هذه الكلمات، في هاتين الجملتين، وأغنني غنى النفس، وأوسع علي في رزقك، اجعل من ضمن، مو من ضمن، من استغنيت نفسيا أو صعدت إلى مراتب أعلى، أوسع علي في رزقك. الفقر والغنى كما ذكرت مراتب له، قد يكون فقر، فقر لأوليات الحياة، مثل قصة ابن مسعود مع أصحابه اللي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم في بحث سابق، يعني بحث، مو هذا البحث السابق، في بحث سابق تقدم نقل الرواية، أنه قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله صار لنا 4 أشهر ما حصلنا على شرب وأكل سوى الماء واللبن وورق الشجر. قد يكون هذه مرتبة من الفقر، مرتبة نازلة من الفقر، مرتبة شديدة من الفقر. مرتبة ثانية من الفقر أن الإنسان أوليات المعيشة عنده، أما بمقدار
أكثر من ذلك ما عنده. يعني أفرض عنده فلوس بمقدار ما يقتات خبز وبصل، ابن مسعود وأصحابه حتى خبز وبصل ما كان عندهم، خبز جبن ما كان عندهم، خبز سبزي ما كان عندهم، خبز ما كان عندهم. فد مرتبة لا عنده خبز، عندما يشبع بطنه، أما في مستوى فقط خبز وبصل، خبز وسبزي. فد مرتبة أعلى من هذا لا، عنده أكل أكثر من هذا، أحسن من هذا، بس ما عنده بنسبة شأنه، أو ما عنده فعلا قوت سنته، يعني لكل سنة. هؤلاء كلهم هالأقسام الثلاثة بالإصطلاح الشرعي فقراء، كل هذول. ذاك اللي يأكل ورق الشجر فقير، وهذا الذي هذا اللي يأكل خبز لبن خبز جبن فقير، وهذا اللي يأكل تمن الدجاج ولكن لا يملك قوت سنته فعلا، هذا أيضا فقير شرعا. ولكن هذه المراتب تختلف. نفس الشيء بالنسبة للغنى، مراتب الغنى، الغنى المالي مو غنى النفس. الفقر الممدوح والفقر المذموم، هناك لا شك بالمئات والمئات من آيات القرآن والروايات أكدت على أن الإسلام في مختلف المجالات في مختلف الأبعاد أمر وحرض، في بعض المصادق أوجب، في بعض المصادق ندب وفضل على العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والسعي واحد لازم يشتغل يحصل رزقه، كل بحسب طاقته وكل بحسب إمكان تمكن. ولكن إذا عنده محذور ما يقدر يسعى، مريض أو يسعى وما يحصل، من الناحية الفكرية الله سبحانه وتعالى خلق مستوى ضعيف ما يقدر يحصل، مو أنه قصر في تحصيل الرزق وصار فقير هذا الفقر الممدوح. أما إذا لم يقصر، إذا قصر هذا الفقر المذموم، إذا لم يقصر هذا الفقر الممدوح. ولذا تناقض ماكو، تعارض ماكو، المورد يختلف، روايات أكو لمدح الفقر وروايات أكو لذم الفقر. الفقر سواد الوجه في الدارين، هذا ذم الفقر، هذا للفقر الذي كان بتقصير الإنسان، يقدر يشتغل ما يشتغل، يقدر يعمل ما يعمل. ينقل عن أحد العلماء أنه جاء شاف واحد فقير مستعطي قاعد يستعطي كل شيء ماله، قال له فلان أنا أعطيك هذا المبلغ، المبلغ زهيد قليل، مد إيدك هاي اليمنى، مدها وقبضها، مد إيدك وضبها. هو فقير، الرجال قاعد ايش بيسوي؟ قال له انطبعت فد فلوس شيء قليل، قال له هاي ايدك اليسرى همدها واقبضها، همدها وقبضها، انطفت شيء قال له هاي رجلك اليمنى مدها واقبضها، مدها وقبضها، طافت شيء قال هاي رجلك اليسرى مدها واقبضها، انطفت شيء قال قوم قوم على حيلك وامشي، قام ومشي. قال له ايدك ما بيها شيء، إيدك اليمنى واليسرى ما بيش، ورجلك اليمنى ما بيش، ورجلك اليسرى ما بيش، بدنك ما بيش، ما بيش بدنك، ليش بعد تسعط الناس روح اشتغل نقطة لطيفة. هذا اللي يقول ما عندي وصدق ما عنده، حتى خبز ما عنده ياكل، هذا مذموم، هذا الفقر مو فقر ممدوح.
عن النبي صلى الله عليه وآله: ملعون من ألقى كله على النار. نعوذ بالله، هذا مخاصم بالفقر. لما جاء إطلاقه بكله مؤطلق في أيش؟ أنا أدركت من كانوا يتحاشون حتى عن طلب إقلاص ماي، خوفا من أن يكون مصداقا لهذا الحديث. هسه في هذا الحديث ملعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببالي أنا شايف حديث آخر تكرار ملعون، ملعون ملعون من ألقى كلمة. قد يكون أفرض الأب لجهة أرجح أهم، يريد يربي ابنه ومفروض عليه تربية ابنه، فريضة واجبة أو فريضة مستحبة، مفروض بالأعم يعني موارد واجبة وموارد مستحبة. هذا مو بحثنا، هذا بحث التزاحم التزاحمات. أما أصل المطلب ملعون من ألقى كله عن الناس، هذا الفقر المدني. في البحار موجود، يعني أنا شايفه بالبحار، عن أحد أئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ينقل الإمام عليه السلام حديثا قدسيا أن موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى، قال: إلهي، مضمون الحديث ولعله نص الحديث، من أبغض الخلق إليك، أو من أبغض عبادك إليك؟ الجواب من الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: جيفة بالليل وبطال بالنهار. يا الكل نايم، هذا تشبيه. الجيفة الجثة الميتة الجايفة، هاي ما تتحرك من مكان. هذا هم من يصير الليل كله نايم، لا صلاة لا عبادة لا مطالعة لا تأمل لا استغفار لا تفكر، وبالنهار شنو شغله؟ بطل، أبغض العباد. نعوذ بالله. أحيانا هسه هاي المرتبة، هذا الأبغض، فد مرتبة أقل من هذه المرتبة، قسم من الليل جيفة وقسم من النهار بطال، هذه هم في المرتبة، مو أمر دائر بين الوجود والعدم، مراتبها المقدار اللازم لبدنه ينام أكثر من ليش نفس هاللي يخلي الليل، وبالنهار ليش يكون بطال؟ الإنسان دقيقة من حياته، دقيقة واحدة لازم لا يكون بطال. طبعا مع ملاحظة التزاحم، أنا بحثي مو بباب التزاحم، لا شك أن هناك أحيانا الإنسان يحتاج إلى استراحة، هاي مو اسمها بطالة، البدن بحاجة إلى استراحة. وإن لبدنك عليك حقا، بدن حقا، إذا الإنسان ما أعطى حق البدن ما يقدر يشغل البدن في تقوى الله، ما يقدر يشغل البدن فيما يرضي الله فيما أمر الله، هذا ما يسمى بطال، الحق حق البدن. أما أكثر من ذلك، جيفة بالليل وبطال بالنهار. الإمام الصادق صلوات الله عليه، حديث آخر أكو مضمون الحديث أيضا، شخص قال للإمام ابن رسول الله: أنا فكري مضمون الحديث مو في مستوى أقدر أطلع رزقي بواسطة فكري، إيدي هم تشتغل، هسه ما أدري إيده معيوبة معضوبة ما أدري إيش بيها إيده، في الحديث يقول إيدي هم ما أقدر أشتغل بها أطلع رزق، مو في مستوى الفكري حتى من فكري أطلع رزقي، إيش أسوي؟ الإمام قال له: احمل على رأسك واستغنى عنه.
يعني صار حمام، رجال جاي من سفر عنده متاع يريد واحد يحمل متاع، انت خلي على راسك وامشي، راسك وما بشي. الاستغناء عن الناس، واحد لازم يشتغل ويستغني عن الناس، مو انه يستغني عن الناس وبطل. احمل على رأسك، يعني حتى لو وصل الامر الى هذا تقدر تحمل على رأسك، احمل على رأسك واستغنى عن الناس. هذا اذا فقير، هذا اذا يستعطي ويقدر يحمل على رأسه، فكر ما عنده، ايد ما عنده، رجل عنده، يقدر يحمل على رأسه ويمشي. هذا الفقر يكون هو الفقر المادي، هذا الفقر الذي هو سواد الوجه في الدار. اما الفقير اللي ما يقدر وما عنده، هذا ليش في الاخره سواد الوجه؟ هؤلاء المقربون عند الله، الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء. هذا اي فقر؟ هذا الفقر الممدوح المحمود. أكو الدعاء الإمام النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، أيعدلان كفر وفقر؟ قال: نعم. الفقر يكون طريقا للكفر، أو بس النبي ما يقول طريق، يقول يعدلان في مستوى الفقر. يعني الفقر هل قد مذموم عند الله سبحانه وتعالى؟ اللي رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ إلى الله سبحانه وتعالى من هو من الكفر في دعاء الله. أغنني، يعني إلهي أعطني غنى النفس، وأوسع علي، يعني اللي استظهر عنه، وأوسع علي في رزقك. رزقك رزق مصدر، المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول. رزقي رزقك، رزقك يعني الرزق النازل من الله، رزقي يعني الرزق الواصل إلى العبد. دائما التضايف، ما ممكن وجود أحد المتضايفين بدون المتضايف الآخر. يعني دائما رزق الإنسان أكيد أكو من صدر عنه الرزق وهو الله سبحانه وتعالى، رزق الله أكيد أكو من وصل إليه الرزق وهو العبد. ولكن في الأدعية في المستقبل أن تلاحظوا، استفيدوا من دقتكم، في بعض الأدعية والروايات أكون رزقي في هذا الدعاء، وبعض الأدعية الأخرى أكون رزقك. قد أكون التفات إلى صدور الرزق، مصدر الرزق، قد يكون التفات إلى مورد الرزق. إلهي هذا اللي يجي منك الصوبي رزقك، من هذا الرزق وسعه، مخلي فد مجال خاص لي، خلي أوسع بيده الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، مخلي لي مثلا فد رزق معين، إلهي وسعه. وبالدعاء يوسع، وبالسعي يوسع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هم هذا هم كلاهما، هم غنى النفس هم سعة الرزق، كبقية الأمور بحاجة إلى الدعاء وبحاجة إلى السعي. المقدار اللازم من السعي إذا الإنسان عمله في غنى النفس، غنى النفس شلون يحصل؟ الإنسان يلاحظ تاريخ المعصومين، تاريخ الأتقياء، تاريخ ماضين من الصالحين، كما في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الصالحين قبلكم. يلاحظ تاريخهم، يلاحظ شلون كانوا يسوون.
أكثر من هذا إذا سعي سوى بقي على الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى. إذا الدعاء في المستوى والسعي في المستوى هم ما وصل إلى نتيجة، هذا امتحان، هذا اختبار، وأنه لا يسعى ويدعو أو لا يدعو ويسعى، لا يدعو ويسعى معا، كل مع ملاحظة المناسبة. بالنسبة إلى غنى النفس، حتى النفس تكون غنية، الإنسان إذا حصل على أي نسبة من مراتب غنى النفس هذا حصل على كل شيء في الدنيا، انفتح عليه بابه كل خير في الدنيا. طبعا مو معنى أنه سهل، أكو يلاقي صعوبة، أكو صعوبة دي، أما انفتح عليه بنسبة ما حصل من غنى في النفس انفتح عليه أبواب الخير سبحانه وتعالى. ببركة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أن يوفقنا للسعي في تحصيل مراتب أكثر من غنى النفس، وفي تحصيل مراتب أكثر من سعة الرزق، ويستجيب هذين الدعائين منا أيضا، وأغنني وأوسع علي في رزقك. هسه إذا أنت قرأت هذا الدعاء بعدين ردت الأكثر من ذلك ما يخالف، مستقلا عن الدعاء قلوا ووسع علي في رزقك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.